الآثار الضريبية لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 29 المتعلق بتجميع الأعمال. أنواع الاندماج: يوجد أكثر من نوع للاندماج وفقا لما حدده المعيار المصري 29 الخاص بتجميع الأعمال، وهي: 1- اندماج شركة أو أكثر في شركة قائمة، بمعنى تحويل صافي أصول أحد الشركتين إلى الشركة الأخرى وفناء الشركة الأولى. 2- الاندماج لتكوين شركة جديدة، بمعنى تحويل صافي أصول كلا الشركتين إلى شركة جديدة وفناء الشركتين الأصليتين. 3- الاندماج عن طريق شراء شركة بعض أو كل أصول شركة أخرى. 4- الاندماج عن طريق شراء الأسهم أو السيطرة. المعالجة المحاسبية للاندماج: ركز المعيار المحاسبي على طريقة الشراء يوشيت ميثود للمحاسبة عن عملية الاندماج. وفقا للطريقة دي بيتم إعادة تقييم الأصول والخصوم الخاصة بالشركة المندمجة، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور فرق يعبر عن قيمة الشهرة، ويتم تحديد قيمة الشهرة وفقا للمعيار المحاسبي المصري 29 كما يلي: أول حاجة نحدد صافي أصول الشركة المندمجة، وهي القيمة العادلة لصافي الأصول ناقص القيمة الدفترية لصافي الأصول. تاني حاجة قيمة الشهرة هتبقى قيمة الشراء اللي هي تكلفة التملك ناقص قيمة صافي أصول الشركة المندمجة، وقد ينتج عما سبق حاجة من اتنين: أول حاجة قيمة شهرة موجبة إذا زادت تكلفة التملك أو قيمة الشراء على قيمة صافي أصول الشركة المندمجة، أو شهرة سالبة إذا زادت قيمة صافي الأصول بتاعة الشركة المندمجة على قيمة الشراء أو تكلفة التملك الخاصة بها. المعالجة الضريبية للاندماج: نصت المادة 53 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 على أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر الربح أو الخسارة الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. وبالتالي لا يقصد بما سبق عدم الخضوع للضريبة، بينما القصد هو تأجيل الضريبة المستحقة على الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بحيث يتم إخضاعها من خلال زيادة صافي الربح الخاضع للضريبة سنويا عن طريق حساب الإهلاك على قيمة هذه الأصول قبل التقييم، والتي تكون منخفضة، أو من خلال التصرف في هذه الأصول بمقارنة قيمة التصرف بالقيمة الدفترية المحسوبة على أساس القيمة قبل التقييم. إذن وفقا للمادة 53 فإنه يتم تأجيل فرض الضريبة على أرباح إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني، وذلك بالشرطين المحددين، وهما: أول حاجة إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة. تاني حاجة أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. وهكذا نكون قد انتهينا من المنهج والموضوعات المحددة خلال هذا العام الدراسي 2019-2020، ويتبقى لنا مناقشة البحث الذي تم الاتفاق عليه إن شاء الله في موعده المحدد عند تحديده.